أهميّة مشاركة دورة الخليج في الكويت الدورة العاشرة في شهر 93. وإحنا كأس العالم شهر 6 أخذنا قرار أن نشارك. كنا أول نتشاور هل نشارك بالمنتخب الأول ولا نشارك بصف ثاني، فكان التوجه أن نشارك بصف ثاني. الشيخ فهد الأحمد الله يرحمه يوم وصلته المعلومة أن إحنا نفكر نشارك بالصف الثاني، أن الإمارات بتشارك الفريق الثاني، سوى اتصالات بالشيوخ أن ما يجوز ونجاح البطولة. هيئتنا التعليمات شاركوا بالمنتخب الأول. زين المنتخب الأول وانتوا والأساس حق هذا الموضوع كان عشان كأس العالم ولا عشان موضوع المشكلة اللي بين احنا ما عندنا دراية بالمشكلة لحين، ها ما كنتوا عارفين؟ لا ما عندنا دراية، بس ان احنا بلاوت جايبينه وبنشارك بصف ثاني ولا عندنا علم عن ان ما كانت المشكلة بارزة عموما خارج نادي الشارجة، كانت مسيطر عليها مجلس إدارة نادي الشارجة، مسيطر على أي موقف صاير بين اللاعبين وبين المدرب. بس يوم طلعوا اللاعبين مع المدرب إلى المنتخب إطار ثاني، هنا بدأت المناوشات بينهم. طيب. أصلا عموما إحنا ما كانت هدفنا أن نشارك بالفريق الأول ولا فريقنا الأول، وطلعنا يعني قرار أن مشاركة بصف ثاني. فريقنا المنتخب الأول وصلتهم المعلومة أنهم ما بيشاركوا. قبل البطولة بشهرين جتنا التعليمات شاركوا في الصف الأول. طيب ماشي وقت لإعداد المنتخب، ماشي لدورة الخليج، كيف بتعد المنتخب؟ بتشارك في شهر 3 وبترجع تعد مرة ثانية تشارك في كأس العالم. أنا في المشاركة في الكويت أسوأ مشاركة لتاريخ منتخب الإمارات في دورات الخليج. انغلبنا من الكويت 6، هاي 6 كانت 6-0، كانت